السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا ملعب تاع الشلف محمد مبن راك، واللي نشوف يعني بمناسبة زيارة تاع والي ولاية الشلف لهذا الملعب، واللي نلاحظ أنه الأشغال خدات يعني متقدمة في التهيئة تاع هذا الملعب، اللي إن شاء الله يتم استغلاله بأحسن استغلال من طرف الفرق المتواجدة في المنطقة، وكذا خاصة منهم الفئات الشبانية، ولازم العناية بالأرضية الميدان. وهذه نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.